السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن الرادكس سورت. لو احنا عندنا مجموعة من الأرقام، ففكرة الرادكس سورت إن أنا بشوف عدد الديجيتس في أكبر رقم فيه. هنا هنلاقي مثلا إن أكبر رقم هنا 315، عدد الديجيتس بتاعته 3، وبناء على عدد الديجيتس بشتغل إتريشنز، بعرف عدد الإتريشنز اللي عندي. فهنا عدد الديجيتس 3، يبقى أنا هشتغل 3 إتريشنز. فأول إتريشن برتب الأرقام كلها حسب الأحاد، وبعد ما الأرقام تترتب حسب الأحاد، الإتريشن التانية برتب اللي طلع حسب العشرات، وبعد كده اللي طلع ده باخده برتبه حسب المئات، وهكذا. فحسب عدد الإتريشنز بلاقي في النهاية إن الناتج النهائي عبارة عن إن الأرقام دي ترتبت ترتيب صحيح. فنشوف كده، نطبق الألجوريزم على الأرقام دي. أنا دلوقتي أكبر رقم 315، فهشتغل 3 إتريشنز، هرتب حسب الأحاد مرة، وحسب العشرات مرة، وحسب المئات مرة. فلو خدت الأرقام دي رتبتها حسب الأحاد، أول حاجة بشوف مين الأرقام اللي أحدها بصفر، هلاقي 200 هي الوحيدة اللي أحدها بصفر فهحطها الأول. بعد كده هشوف هل في حد أحده بواحد؟ لأ. طب في حد أحده باتنين؟ هلاقي الاتنين. بعد كده هشوف اللي أحده بتلاتة وأربعة وخمسة، أرتبهم فلاقي هنا الأرقام دي مترتبة حسب الأحاد. الأحاد هنا زيرو، بعد كده اتنين، تلاتة، خمسة، 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 سبعة، تسعة. بعد كده الأرقام اللي طلعت دي نفسها باخدها بس برتبها حسب العشرات. لو الرقم ملهوش عشرات، يعني مثلا زي الاتنين أو السبعة، فالعشرات بتاعته تعتبر صفر، لأن هنا كأن في عندي صفر على الشمال والصفر على الشمال ملهوش قيمة. فهرتبها حسب العشرات، أشوف اللي عشراته بصفر الأول هلاقي الـ200، وبعد كده هلاقي الاتنين عشراتها بصفر، وبعد كده هلاقي السبعة عشراتها بصفر. طب بعد كده مين اللي عشراته بواحد؟ هلاقي الـ15، وهلاقي الـ115، وهلاقي الـ315، والـ19 برضو موجودة هي عشرتها بواحد. طيب مين اللي عشرته باتنين؟ هلاقي الـ23 بس. طيب اللي عشرته بتلاتة مفيش، أربعة مفيش، لغاية اللي عشرته بسبعة 75. فكده الأرقام اترتبت حسب العشرات. هاخدها وأرتبها مرة كمان حسب المئات، واللي ملهوش مئات بعتبره مئاته بصفر، زي مثلا الاتنين والسبعة والخمستاشر والتسعتاشر، كل دول مئاتهم بصفر. فهرتب أول حاجة اللي مئاته بصفر، هلاقي الاتنين مئاتها بصفر، السبعة مئاتها بصفر، الخمستاشر، الـ19، 23، 75. رتبتهم كده. بعد كده بشوف اللي مئاته بواحد، عندي الـ115 بس مفيش تاني. طيب بعد كده اللي مئاته باتنين هلاقي الـ200، بعد كده اللي مئاته بتلاتة هلاقي 315. كده هلاقي الناتج النهائي إن الأرقام اترتبت 2، 7، 15، 15، 19، 23، 75، 115، 200، 315. يبقى دي فكرة الرادكس سورت. بشوف أكبر رقم وبشوف عدد الديجيتس بتاعته، وحسب عدد الديجيتس يبقى ده نفسه عدد الإتريشنز اللي أنا هشتغلها. أول إتريشن برتب حسب الأحاد، اللي بعد كده حسب العشرات، اللي بعد كده حسب المئات، وفي النهاية بلاقي الأرقام اترتبت. نفترض إن أكبر رقم كان فيه مثلا 4 ديجيتس، كنت هرتب المرة الرابعة حسب خانة الآلاف، لو كان فيه 5 هرتب حسب خانة 10,000، وهكذا. طيب هو أصلا إزاي الألجوريزم بيرتب الأرقام حسب الأحاد أو حسب العشرات أو حسب المئات؟ عملية الترتيب بيستخدم فيها الألجوريزم بتاع الكاونتينج سورت اللي إحنا شرحناه في الفيديو اللي قبل كده. فالأول هنعمل مراجعة على الكاونتينج سورت. الكاونتينج سورت لو أنا عندي array عايز أرتب الأرقام بتاعته، دي كده الأرقام، واللي فوق دي الإندكسات بتاعة الأرقام، وإحنا عايزين نرتبهم بطريقة الكاونت سورت. فقلنا إن إحنا بنحتاج 2 array، واحد اسمه الكاونت array وواحد اسمه الأوتبوت array. الكاونت array قلنا عدد العناصر بتاعته هي أكبر رقم في دول زائد واحد، هنا أكبر رقم 4 زائد واحد 5، يبقى الكاونت array عدد عناصره 5. وقلنا الفكرة إن أنا بختار أكبر رقم زائد واحد علشان عايز كل رقم من الأرقام اللي موجودة هنا يكون ليه إندكس موجود تحت. فعشان الأربعة يكون ليها إندكس تحت، يعني هنا يكون في إندكس 4، لازم دول يكونوا عدد العناصر دول يكونوا 5، لأن الإندكس بيبدأ من 0، 0، 1، 2، 3، 4. طيب الـ Output Array السايز بتاعه نفس سايز الـ Array اللي داخل، يعني الـ Array اللي داخل ده فيه 7 عناصر، الإندكسات من 0 ل 6، فده هو كمان هيبقى فيه 7 عناصر من 0 ل 6. وفي البداية الـ Count Array والـ Output Array العناصر كلها بتبقى بصفار. بعد كده قلنا أول خطوة بنعد العناصر اللي موجودة في الأري، كل عنصر بقراه بجمع على العنصر اللي موجود في الإندكس بتاعه في الكاونت أري واحد، فهنا الأربعة هجمع على الإندكس 4 واحد، بعد كده الواحد هجمع على الإندكس واحد واحد،
بعد كده 4 تاني هجمع عليها فهتبقى 2 وهكذا. فلاقي في النهاية بعد ما خلصت إن الأرقام اللي هنا بقت بتمثل لي عدد العناصر اللي موجودة في الأريه الأصلي. يعني هنا عدد الأصفار، ما عنديش أصفار في الأريه الأصلي، هنا عدد الوحيد عندي واحد بس، هنا عدد الاثنينات في عندي 2، أدي موجودة هنا مرة وهنا مرة. بعد كده عدد التلاتات موجودة مرة، والأربعات عندي 3 أربعات مرة هنا وهنا وهنا. بعد ما خلصت قلنا الخطوة التانية كل عنصر في الكاونت أريه بجمعه على اللي بعده. فهنا 0 و1 0 1 1، وبعد كده 1 و2 3، بعد كده 3 و1 4، بعد كده 4 و3 7. الخطوة الأخيرة كنت بمر على عناصر الأريه الأصلي 1 1، كل رقم بقراه بشوف الإندكس بتاعه في الكاونت أريه. هنا قريت 4، بشوف الإندكس 4 في الكاونت أريه. الرقم اللي موجود جوه كنت بشوف هو كام. هنا مثلا لقيت 7، بروح حاطط الرقم الأصلي في البوزيشن اللي قبل الـ7، يعني هحطه هنا في البوزيشن 6، وبعد كده بطرح من الرقم ده 1، 7 دي هتبقى 6. بعد كده الواحد يبقى اشوف الاندكس 1، الرقم اللي هنا هحط الواحد في المكان اللي قبل منه، يعني هحطه في الزيرو، وبعد كده هطرح منه 1، وهكذا بفضل اكرر الكلام لنفس الارقام لباقي الارقام. لغاية ما اخلص هلاقي ان الاوتبوت اري بقى عبارة عن الارقام الموجودة في الاري الاصلي بس مترتبة. فدي كده فكرة الكاونت سورت. احنا بقى عايزين نطبق الكلام ده علشان نرتب الأرقام مرة حسب الأحاد، واللي يطلع نرتبه حسب العشرات ومرة حسب المئات. فهنستخدم الكاونت سورت علشان نرتب الأرقام اللي كانت موجودة في المثال اللي في الأول حسب الأحاد. فبرضه هنعمل 2 أري، واحد اسمه كاونت أري واحد اسمه أوتبوت أري. الأوتبوت أري السايز بتاعه نفس سايز الأري اللي داخل، بس الكاونت أري السايز بتاعه هنا مش أكبر رقم زائد 1، وإلا كنت هحتاج إن أنا أعمل 316 عنصر في الكاونت أري. لكن انا هنا عايز ارتب حسب الاحاد بس، فبشتغل على الديجيت. واحتمالات الديجيت الارقام اللي انا ممكن اخزنها في ديجيت واحده من 0 ل 9، اكيد مفيش ديجيت هتشيل رقم اكبر من 9 مثلا. عشان كده الكاونت اري بيبقى فيه 10 عناصر، بحيث ان انا يكون عندي الاندكسات هي نفسها الارقام اللي انا ممكن اخزنها في الديجيت الواحده. في الديجيت الواحده ممكن اخزن ارقام من 0 ل 9، يبقى انا محتاج اندكسات من 0 ل 9، يعني محتاج 10 عناصر في الكاونت اري. يبقى كده ده أول اختلاف عن الكاونت سورت العادي. بعد كده همر على الأرقام اللي في الأريه الأصلي وهعد الأرقام اللي موجودة في خانة الأحاد لو أنا برتب حسب الأحاد، لكن لو كنت برتب حسب العشرات هعد الأرقام اللي موجودة في خانة العشرات وهكذا. فأول رقم الأحاد بتاعته 5، هروح عند الإندكس 5 وأجمع 1. اللي بعد كده أحاده 0، هروح عند الإندكس 0 وأجمع 1. بعد كده اللي أحاده 9، هروح عند الإندكس 9 وأجمع 1. بعد كده 7 وأجمع 1. بعد كده 5 أجمع 1. 3 5 5 2. فبعد ما أخلص هلاقي إن الأرقام اللي موجودة في الكاونت أري هي مش عدد الأرقام نفسها، لا، الخانة دي هي عدد الأرقام اللي أحدها 0. عندي رقم بس أحده 0 اللي هو 200. بعد كده ما عنديش أرقام أحدها بواحد. بعد كده عندي رقم بس أحده باتنين اللي هو الاتنين، وعندي رقم أحده بتلاتة اللي هو 23. عندي مثلا 4 أرقام أحدهم بـ5 اللي هو 15 والـ115 والـ75 والـ315 وهكذا. الخطوة اللي بعد كده شبه الكاونت سورت، كل رقم في الكاونت أري بجمعه على اللي بعده. فواحد وزيرو واحد، بعد كده واحد اتنين وواحد تلاتة، وزيرو تلاتة وأربعة سبعة، بعد كده 7 وواحد تمانية، 8 وواحد تسعة. الخطوة الأخيرة شبه اللي كانت في الكاونت سورت، بمر على الأرقام اللي في الأريه الأصلي 1 1، بس المرة دي لما بقرا الرقم مش مثلا قريت 15، مش بروح عند الإندكس 15، لا، أنا ما عنديش إندكس 15. أنا لو برتب حسب الأحاد بشوف الأحاد كام وأروح عند الإندكس حسب الخانة دي. بس في اختلاف عن الكاونت سورت العادي، كنا في الكاونت سورت العادي بنقرا الأرقام اللي في الأريه الأصلي من الشمال لليمين. هنا هقراها من اليمين للشمال، هقرا من اخر الاري، يعني هقرا الاثنين الاول وبعد كده 315 وبعد كده 75 وهكذا. لو قريته من الشمال لليمين هتلاقي الارقام في النهايه مش مترتبه، فلازم تقرا من اليمين للشمال. فهنبدا بالاثنين، خانه الاحاد الاثنين، يبقى هروح عند الاندكس 2، مكتوب جواه 2، فهحط الاثنين في البوزيشن 1، حطيتها هنا في البوزيشن 1. بعد كده الاثنين دي هطرح منها 1. بعد كده الرقم اللي قبل منه 315، الأحد بـ5، هروح عند الإندكس 5، هتلاقي مكتوب هنا 7، فلو حطيت 315 في الإندكس 6 وأطرح من الـ7 دي 1 تبقى 6.
بعد كده ال 75 هروح عند الاندكس 5، هلاقي المكتوب 6 هحطها في الاندكس 5 واطرح من الستة دي واحد، وهكذا افضل اكرر نفس الكلام لباقي الارقام. هنا الاحد 3 فاروح عند الاندكس 3 احطها عند 2 واطرح واحد وهكذا. بعد ما اخلص هلاقي الارقام اللي موجوده في الاوتبوت اري هي نفسها الارقام اللي داخله بس مترتبه حسب خانه الاحاد، يعني هلاقي هنا الاحاد 0، هنا 2، هنا 3، هنا 5 5 5 5 7 9، وهي دي نفس الارقام اللي احنا كنا عرضناها في المثال اللي كان في الاول خالص اللي هي دي. فاحنا بقى لو خدنا الارقام دي ورتبناها حسب العشرات هيطلع لي الاوتبوت بالشكل ده، وبعد كده لو رتبناها حسب المئات هيطلع الاوتبوت ان الارقام مترتبه. طيب انا ازاي برتب حسب العشرات وحسب المئات؟ بعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها بس بدل ما بشتغل على الاحاد بشتغل على العشرات وبشتغل على المئات. يعني مثلا في الخطوه اللي انا كنت بعد فيها الارقام في الاول خالص هقرا الرقم واشوف خانه العشرات بتاعته كام واروح عند الاندكس ده واجمع واحد. يعني هنا كانت العشرات بواحد اروح عند الاندكس واحد واجمع واحد، هنا العشرات بزيرو، هنا العشرات بواحد، هنا العشرات بزيرو، هنا بواحد، هنا اتنين، هنا 7 1 0. كل خانة بقراها في العشرات بروح عند الاندكس بتاعها في الكاونت اري وبجمع واحد. الخطوة اللي بعد كده ما فيهاش اختلاف، اللي انا بجمع كل عنصر على اللي بعده في الكاونت اري. الخطوة الأخيرة هتختلف برضو، إن أنا لما بقرا الرقم ببص على مش خانة الأحاد، ببص على خانة العشرات. هنا مثلا عشرات بواحد أشوف الإندكس واحد فيه كام، والرقم اللي هنا ده هحط ال 315 في اللي قبل منه وأطرح من ده واحد. فهي نفس الخطوات. عايزين نشوف بعد كده الكود بيتكتب ازاي. اول حاجه هنكتب الفانكشن بتاعه الكاونت سورت علشان احنا هنحتاجها، بكتب كاونت سورت. بس المره دي الكاونت سورت هتاخد اتنين بارامترز مش بارامتر واحد، هتاخد الاري اللي انا عايز ارتبه وهتاخد بارامتر تاني هنسميه الويت. الويت ده بيحدد لي انت عايز ترتب حسب الاحاد ولا حسب العشرات ولا حسب المئات. بس الاول قبل ما نكتب الكود بتاع الفانكشن احنا عايزين نعرف ازاي بنطلع الديجيت من الرقم. لو انا عندي مثلا ال x بتساوي اي رقم وعايز اشوف مثلا المئات بتاعتها بكام، ففي البداية لو انا عايز اشوف الاحاد الموضوع سهل. كل اللي بعمله ان انا بجيب باقي الاسم على 10، يعني الرقم ده لو جبت باقي الاسم على 10 هيطلع لي خانة الاحاد اللي هي 8. فلما اجي اعمل run هيقول لي ان الاحاد ب8. طيب لو عايز اجيب العشرات او المئات او الالاف ما ينفعش اخد باقي الاسم على 10 على طول، لا انا لو عايز اجيب المئات يبقى لازم اطير التمانية والاربعة دول الاول بحيث ان الرقم يبقى كده، وبعد كده اخد باقي الاسم على 10 يبقى خانة المئات هتطلع ب6. وفعلا هنا خانة المئات كانت ب6. فانا الاول لو انا عايز المئات اقسم الاكس، بس نلاحظ وانا بقسم لازم أقسم قسمة أعداد صحيحة. فأنا هقسم الإكس على 100 قسمة أعداد صحيحة. يعني إيه قسمة أعداد صحيحة؟ يعني لو أنا كنت بقسم على 100 قسمة عادية كان هيطلع ناتج كده 126 و48 من 100، لكن قسمة الأعداد الصحيحة بتهمل الكسر فهيقول إن الناتج 126، عشان فعلا لو خدت له باقي القسمة على 10 يجيب لي الديجيت اللي موجودة في خانة المئات. يبقى أنا الإكس هقسمها الأول قسمة أعداد صحيحة، وقسمة الأعداد الصحيحة بتتعمل 2 سلاش هقسمها على 100، واللي يطلع ده هجيب له باقي القسمة على 10. يبقى أنا كده جبت الرقم اللي موجود في خانة المئات. طب لو عايز اللي في خانة العشرات هقسم الإكس قسمة أعداد صحيحة على 10 هيروح مطير التمانية ويبقى الرقم شكله عامل كده، وأجيب باقي القسمة على 10 هيقول لي 4. طب لو عايز الرقم اللي في خانة الآلاف هتقسم قسمة أعداد صحيحة على 1000 فهتشيل التلات أرقام دول ويقول لي ان الرقم اللي موجود في خانه الالاف هو الاثنين. يبقى هي دي الفكره عشان تطلع ديجيت من رقم، ان انت بتقسم الرقم الاول على 10 او 100 او 1000. لو عايز الاحاد ممكن تقسم على واحد عادي، لان انت لو قسمت على واحد الرقم مش هيتغير، وبعد كده بتاخد باقي القسم على 10 فيقول لك ان الاحاد ب8. فانت بتقسم الرقم، لو عايز الاحاد بتقسم على واحد، لو عايز العشرات بتقسم على 10، لو عايز المئات بتقسم على 100، واللي يطلع بتاخد له باقي القسم على 10. بس نفتكر ان لازم القسمه تكون قسمه اعداد صحيحه. فانا نفس الكلام لو عايز اعمل الكاونت سورت، قلنا الكاونت سورت بتاخد الاري وبتاخد الويت. الويت ده بقى هو اللي هيكون مره بواحد ومره بعشره ومره بمية ومره بألف، بحيث ان انا لو عايز الاحاد يبقى انا هقسم على الويت هيكون بواحد، فهقسم على الويت يبقى هقسم على واحد،
واجيب بقى القسم على 10 يروح جايب لي خانة الآحاد، إنما لو الويت ب10 عايز خانة العشرات فأقسم الرقم على الويت اللي هو 10 وآخد باقي القسم على 10 يجيب لي خانة العشرات وهكذا. هيبقى عندنا 2 أريه، الكاونت أريه عناصره في البداية كلها أصفار، وعدد العناصر قلنا هيبقى فيه دايما 10 عناصر عشان الإندكسات بتاعتهم تبقى من 0 لـ9. بعد كده الأوتبوت أريه عناصر برضو كلها أصفار، بس عدد العناصر هو نفسه لينس الأريه اللي داخل. بعد كده أول خطوة إن أنا بعد الديجيتس اللي موجودة في الرقم حسب الويت، لو الويت بـ1 يبقى عايز أعد الآحاد بتاعة الأرقام، لو الويت بـ10 عايز أعد العشرات بتاعة الأرقام. فهنعمل فور لوب فور إكس إن أريه، الإكس دي كده هتاخد القيم اللي موجودة في الأريه. الأول عايز أجيب الديجيت من الإكس، فاحنا نفس الفكرة اللي احنا قلناها قبل كده، إن أنا هقسم الإكس قسمة أعداد صحيحة على الويت، اللي هو الويت ده مرة بـ10 ومرة بـ1 ومرة بـ10 ومرة بـ100 ومرة بـ1000، واللي يطلع ده هاخد له باقي القسم على 10، يبقى أنا كده طلعت الديجيت. الديجيت دي بقى هروح للكاونت أري والإندكس بتاعي هو نفسه الديجيت وهجمع 1. نجرب كده نعمل تيست إن أنا هطبع قيمة الكاونت أري بعد العملية دي. لو أنا جربت الكود كنت بعت له مثلا الأري، هكتب مثلا الأرقام اللي كانت موجودة في المثال. البارامتر التاني لازم أبعت له قيمة الويت، هبعت له 1، يعني أنا عايزك تعد لي الديجيتس حسب خانة الآحاد. فلو جيت أعمل ران ألاقي إن ده قيمة الكاونت أري بعد ما عد الأرقام حسب خانة الآحاد، لأن أنا كنت بعت له 1، بمعنى إن الواحد ده هو عدد الأرقام اللي أحدها بصفر. هل أنا فعلا عندي رقم 1 أحده بصفر؟ هو الـ200. هنا الزيرو ده عدد الأرقام اللي أحدها بـ1، ما عنديش ولا رقم أحده بـ1. هنا ده عدد الأرقام اللي أحدها بـ2، عندي رقم 1 بس اللي هو الـ2. هنا ده عدد الأرقام اللي أحدها بـ3، عندي الـ23 بس. الأرقام اللي أحدها بـ4 مفيش، الأرقام اللي أحدها بـ5 عندي 4 أرقام اللي هو 15 والـ115 والـ75 والـ315 وهكذا. طب لو أنا بدل الواحد ده مثلا باعت 10، يبقى هيخليه يعد الأرقام حسب خانة العشرات، فهيمر على الأرقام ويعد لي خانات العشرات. هنا الأرقام اللي عشراتها بزيرو في عندي 3 أرقام اللي هما الـ200 والـ7 عشراتها بزيرو والـ2 عشراتها زيرو. طيب الأرقام اللي عشراتها بـ1 عندي 4 أرقام اللي هو الـ15 والـ19 والـ115 والـ315. الأرقام اللي عشراتها بـ2 في عندي رقم 1 بس اللي هو 23. نفس الكلام لو أنا بعت له 100 هيعد لي الأرقام حسب المئات، في عندي 6 أرقام مئاتهم بصفر اللي هم كل الأرقام ما عدا الـ200 والـ115 والـ315. في عندي رقم 1 بس مئاته بـ1 اللي هو الـ115، رقم مئاته بـ2 اللي هو الـ200، ورقم مئاته بـ3 اللي هو الـ315. السبب إن هو بيطلع ناتج مختلف حسب الويت، يعني لما بدخل له 1 بيعد حسب الأحاد و10 حسب العشرات و100 حسب المئات. السبب في كده إن اللي أنا في السطر ده قايل له إن الدي اللي هي الديجيت عبارة عن إن أنت بتقسم الإكس اللي هو الرقم اللي أنت بتقراه على الويت قسمة أعداد صحيحة، واللي يطلع تجيب له باقي القسم على 10. فباختلاف قيمة الويت هنا، لو كانت الويت بـ1 يبقى الديجيت دي هي خانة الأحاد، لو كان الويت بـ10 يبقى الديجيت هي خانة العشرات، لو الويت بـ100 يبقى الدي هي خانة المئات. وحسب الديجيت اللي هو طلعها بيجمع على المكان اللي موجود في الكاونت اري اللي في الاندكس بتاعها بيجمع عليه 1. كده خلصنا اول خطوه في الالجوريزم اللي هو كنا بنعد الارقام بس حسب الخانه اللي احنا بنرتب على اساسها. الخطوه اللي بعد كده الارقام اللي طلعت لي دي كل واحد بجمعه على اللي بعده، فهعمل نفس الخطوه بالظبط اللي هي كانت موجوده في الكاونت سورت ونفس الكود بتاعها. كنت بعمل فور اي ان رينج، ببدأ من 1 لغاية اللينس بتاع الكاونت اري اللي هو هنا في الحالة دي 10، هنا اللينس بتاع الكاونت اري معلوم. كنت بجمع كل رقم على اللي بعده، يعني بقول له كاونت اري اوف الاي اجمع عليه الرقم اللي قبل منه كاونت اري اوف اي ناقص 1، فهو هيبدأ من الرقم ده يجمع عليه اللي قبله يبقى 7، يبقى الرقم ده بقى 7، الرقم ده يجمع عليه اللي قبله يبقى 7 1 8 وهكذا. فلو عملت برنت للكاونت اري قبل وبعد عملية الجمع هلاقي فعلا إن هو جمع كل رقم مع اللي بعده. فلما أجي أعمل ران
ألاقي هنا 6 و1 7 و1 8 و1 9 9 9 9 9. ده لو أنا كنت برتب إيه أو بعت له الويت ب100. هنشتغل حسب الأحاد عشان نطلع نفس الأوتبوت اللي إحنا طلعناه في الـ presentation. فهنا 1 و0 1 و1 2 و1 3 3 و4 7 7 و1 8 و1 9. يبقى كده نفذنا أول خطوتين في الألجوريزم. الخطوة الأخيرة بقى إن إحنا بنمر على الأريه الأصلي، بس قلنا بنمر على الأريه من اليمين للشمال من ورا لقدام. فهستخدم while loop، والكاونتر اللي أنا هستخدمها هسميه i. الـ i هتبدأ في البداية عند آخر إندكس في الأريه. آخر إندكس في الأريه هو نفسه لينس الأريه ناقص 1، يبقى لينس الأريه الأصلي ناقص 1. دي كده القيمة الابتدائية بتاعت الـ i. وهعمل while loop طول ما الـ i أكبر من أو تساوي 0، وفي نهاية اللوب هطرح من الـ i 1، i ناقص يساوي 1. يبقى كده الـ i هتبدأ قيمتها بآخر إندكس، وتقعد الـ i تقل 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 طول ما هي أكبر من أو يساوي 0، لغاية ما توصل للعنصر ده، وبعد كده هيطرح منها 1 هتكون أقل من 0 فهيخرج. طيب الرقم اللي احنا بنقراه هو نفسه array of i، يبقى الـ x الرقم اللي انا هقراه هو array of i. يبقى الـ x هنا مرة ب2، وبعد كده الإتريشن اللي بعدها الإكس ب315، الإتريشن اللي بعدها الإكس ب75 وهكذا. عايزين نطلع الديجيت من الإكس، فهنعمل نفس اللي إحنا عملناه في الفور الأولانية، إن الديجيت هي عبارة عن إنت تقسم الإكس قسمة أعداد صحيحة على الويت، واللي يطلع تاخد له باقي القسمة على 10. يبقى كده جبت الديجيت. الديجيت دي بعتبرها إندكس للكاونت أري. بروح للكاونت أري أوف دي، بشوف الرقم اللي موجود فيه كام، واروح على الاندكس اللي قبل منه، يعني ناقص 1. الاندكس اللي قبل منه فين؟ في الاوتبوت اري. يبقى اوتبوت اري اوف الكلام ده، وبخزن فيه الرقم الاصلي اللي انا قريته اللي هو الاكس. وبعد ما بخلص بطرح من المكان اللي في الكاونت اري اوف دي 1، يبقى كاونت اري اوف دي ناقص يساوي 1. يبقى هي دي نفسها الخطوه الثالثه اللي احنا كنا بنعملها. لما انا كنت مثلا بقرا الاثنين بشوف الاحد بكام، بروح عند الاندكس بتاعه في الكاونت اري، بلاقي القيمة اللي موجودة هنا، بلاقي القيمة اللي موجودة هنا 2، فبحطها في الإندكس اللي قبل منه، يعني بحطها في الإندكس 1، وبعد كده الاتنين دي بطرح منها 1، فإيه تبقى 1. بعد كده 315 الأحد 5، أروح عند الإندكس 5، أشوف الرقم اللي موجود وأحط 315 في الإندكس اللي قبل منه، يعني في الإندكس 6، وبعد كده بطرح من القيمة دي 1، يبقى 7 دي هتبقى 6 وهكذا. فهو ده نفس اللي إحنا كتبناه في الكود. ان انا بروح للكاونت اري اوف دي، بعد كده بشوف القيمه اللي موجوده فيه كام، وباخد القيمه اللي قبل منها يعني ناقص 1، بشوف الاندكس بتاع في الكاونت اري، بحط فيها الرقم الاصلي اللي هو اكس، وفي النهايه القيمه اللي هي في الكاونت اري اوف دي بطرح منها 1. فلو عملت كده هلاقي ان الاري اللي هو الاوتبوت اري ده، يعني لو عملت ريتيرن للاوتبوت اري، هلاقي الاوتبوت اري فيه الارقام مترتبه حسب خانه الاحاد. فأنا بعد كده لو استقبلتها هنا، يعني لو قلت إن ARR مثلا بيساوي طبق الكاونت سورت على الأرقام دي حسب الآحاد، لو جيت أعمل run، بس لازم أعمل أول برنت للأري في الآخر عشان أشوف الناتج. فلو جيت أعمل برنت للأري هلاقي فعلا الأرقام مترتبة حسب الآحاد. هنا الآحاد 0 2 3 5 5 5 5 7 9. طيب لو نفترض ان الاري عندي هو في البداية كانت الارقام دي، الاري كانت الارقام دي وانا طبقت عليها الكاونت سورت حسب الاحاد، فطلع لي الناتج كده. طيب لو اللي طلع ده بقى طبقت عليه الكاونت سورت تاني بس حسب العشرات وعملت له برنت، نيجي نعمل ران، أول مرة هنا ترتبت حسب الآحاد، بعد كده حسب العشرات. هنا العشرات 0 0 0، هنا العشرات 1 1 1 1 2 7. طيب اللي يطلع بقى لو طبقت عليه كاونت سورت بس حسب المئات، يبقى اللي يطلع من هنا هيرتبه حسب خانة المئات. فلاقي في الآخر إن الأرقام النهائية بقت مترتبة حسب المئات. هنا المئات دي كلها 0، هنا المئات 1، هنا المئات 2 3، وهلاقي إن الأرقام النهائية دي مترتبة فعلا. يبقى هي دي فكرة الرادكس سورت. بس بدل بقى ما انا اكتب كود بايدي ان انا ارتب حسب الاحاد مرة وحسب العشرات مرة وحسب المئات مرة، عايزين نعمل فانكشن
اسمها رادكس سورت، هي اللي بتنده على كاونت سورت مره تبعت لها الاريه حسب الاحاد، واللي يطلع تبعته لها وترتبه حسب العشرات، واللي يطلع تبعته لها وترتبه حسب المئات. تعمل الكلام ده لوحدها. فهنكتب الكود بتاعها ازاي؟ هنعمل فانكشن اسمها رادكس سورت بتاخد من الاري. عشان الفانكشن دي تشتغل احنا قلنا عدد الاتريشنز هو نفسه عدد الديجيتس في اكبر رقم، فانا الاول محتاج اعرف اكبر رقم. اكبر رقم بجيبه عن طريق فانكشن اسمها ماكس، لو بعت لها الاري بترجع لي اكبر رقم في الاري. فانا هحتفظ باكبر رقم هسميه في متغير هسميه مثلا ماكسيمم، يبقى ماكسيمم ده متخزن فيه اكبر رقم في الاري. طب انا هعرف منين عدد الديجيتس اللي موجوده في اكبر رقم؟ هقسم اكبر رقم ده مره على واحد. طبعا حصل اسم اعداد صحيح، حصل اسم اي رقم على واحد هيطلع بنفسه. فايه اكبر رقم لو قسمته على واحد هيطلع بنفسه، وبشوف الناتج اللي هو طلع ده. لو هو اكبر من الزيرو يبقى هشتغل اتريشن كمان، الاتريشن اللي بعد كده هقسمه على 10 واشوف الناتج الاسم ده. لو طلع اكبر من زيرو يبقى لسه هشتغل اتريشن كمان، وبعد كده اقسمه على 100، وبعد كده 1000، وهكذا. اول ما حصل الاسم يوصل لزيرو يبقى كده انا خلصت الديجيتس اللي موجوده في الرقم. ناخد مثال، لو انا عندي مثلا رقم زي الرقم ده وعايزين نعرف هو هشتغل فيه كام اتريشن، فاول اتريشن هقسمه على الواحد واشوف الناتج هيطلع نفس الرقم. هل الرقم ده اكبر من الزيرو؟ يبقى هتشتغل اول اتريشن، وبعد كده في الاتريشن اللي بعدها هتقسم على 10. قسمة اعداد صحيح، لما تقسم على 10 التمانية دي هتضيع ويطلع ده الناتج. هل الناتج لسه اكبر من الزيرو؟ يبقى هتشتغل على الاتريشن بتاعت العشرات، وبعد ما تخلص الاتريشن الجديدة هتقسم على 100. لما اقسم على 100 يبقى التمانية والتسعة هيضيعوا، هيبقى الرقم 16 لسه اكبر من زيرو. الاتريشن اللي بعدها 1000، يبقى الرقم ده يتقسم على 1000، يبقى الستة هتضيع، لسه الواحد أكبر من الزيرو. بعد كده لما تقسم الرقم ده على 10000، لما تيجي تقسم قسمة أعداد صحيحة رقم صغير على رقم كبير بيطلع ناتج زيرو. فأول ما الرقم يوصل لزيرو أخرج من اللوب وأعرف إن أنا كده خلصت. يبقى أنا هعرف متغير هسميه ويت، في البداية هيكون بواحد، وبعد كده هقول له طول ما حاصل قسمة الماكس نمبر ده قسمة أعداد صحيحة على الويت طول ما هو أكبر من الزيرو هتشتغل، وبعد ما تشتغل هتضرب الويت في 10. يبقى الويت أول مرة هيقسم على الواحد، وبعد كده لو طلع لسه أكبر من الزيرو هيضرب في 10، يبقى الويت ب10، هيقسم على 10. لو أكبر من الزيرو هيشتغل ويضرب الويت في 10 يبقى ب100، هيقسم على 100. لو أكبر من الزيرو هيشتغل ويضربها في 10 تبقى 1000، وهكذا. أول ما حصل القسمة يطلع بيسوسف يبقى هيخرج، لأن هو هيعرف إن هو كده خلص الديجيتس بتاعت الرقم. طيب هو في كل اتريشن بيعمل ايه؟ في كل اتريشن بينده على الكاونت سورت بيبعت لها الاراي وبيبعت لها الويت، واللي يطلع هنخزنه في الاي ار ار، بحيث ان انا بعد كده الاتريشن اللي بعدها مش هبعت لها الاي ار ار القديمه، لا انا هبعت لها الاي ار ار الجديده. يعني مثلا انا هرتب حسب الاحاد، والناتج بتاع الترتيب حسب الاحاد هخزنه في اي ار ار. الاتريشن اللي بعدها هرتب حسب العشرات، بس هرتب انهي اري؟ هرتب الاري اللي كان مترتب قبل كده حسب الاحاد. الاتريشن اللي بعد كده هبعت لها 100، هرتب حسب المئات الاري اللي كان مترتب قبل كده حسب العشرات، وهكذا. وفي النهايه بعد ما اخلص الوايل لوب هعمل ريتيرن للاي ار ار، هلاقي ان هو الاري بقى مترتب. نجرب كده الفانكشن، ادي الاري الاصلي اللي عندي. فانا هعمل هقول ان الاي ار ار بيساوي طبق عليه الرادكس سورت. الرادكس سورت مش بتاخد غير الاري بس، مش بتاخد بارامتر تاني، واقول له برنت للاري بتاعي. طبعا مش محتاج بقى الكود ده كله، خلاص مجرد ان انا بعت الاري للرادكس سورت وعايز اعمله برنت. فنشوف كده لما نيجي نعمل برنت هلاقي ان الارقام بقت مترتبه، لان الرادكس سورت ندهت على الكاونت سورت مره حسب الاحاد، ومره حسب العشرات، ومره حسب المئات، وهكذا لغاية ما الديجيتس خلصت في أكبر رقم ورجع لي الأريه في الآخر بقى الأريه مترتب. وهي دي كده فكرة الرادكس سورت.